تعالوا بقى احنا نشوف هنا ايه كرامات المركز الاعلامي لمجلس الوزراء. كرامات كرامات يا عم يوسف. اقول لك ليه بقى، احنا عندنا بقالنا 9 سنين المركز الاعلامي الحقيقه متفضل ومشكور بانه بيعمل لنا عرض معلوماتي انفوجراف لاكتر من حاجه، من ابرزها ومهم جدا انك انت تركز فيها، اصل خلي بالك احنا الاسبوع ده موسم شائعات، ده موسم شائعات من هنا لحد بعد بكره، ده عيد الشائعات. فركز معايا، هنلاقي حصاد لمواجهه الشائعات وتوضيح الحقائق سنه 2022. خلونا الاول نرحب وبشده بضيفتنا عبر التليفون دكتور نعيم سعد زغلول، رئيسه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، ونشكركم اولا ودائما على الجهد المبذول في المركز، يعني حاجه تفرح وتشرف. شهاده نعتز بيها جدا يا استاذ يوسف، وانا اللي احب اشكر حضرتك على مساعدتنا بشكل كبير ان احنا نوصل المعلومات للمواطن بطريقه مبسطه وسهله علشان نضحض الشائعات، لان احد الوسائل المهمه جدا لدحض الشائعات هي اتاحه المعلومات وتدفقها كمان، وده بيساعد بشكل كبير لوقت الاشاعات قبل ما تصدر. صحيح. طب دكتور نعيم، يمكن هبدأ الأول على يمكن هخليها أكثر أنواع الشائعات انتشارا، وأنا حتى كنت بقول مثلا الأسبوع ده موسم، عندنا امتحانات من ناحية، ومن الناحية التانية عندنا 25 يناير، ففي موسم. تمام. أكثر الشائعات رواجا اللي لاحظتوها خلال سنة 22 كانت بتمس أو بتلمس أنهي قطاع؟ طيب خلينا أقول لحضرتك بشكل عام إن الشائعات بتبقى مرتبطة بالمواطن بشكل كبير. أوكي. لأن هدف الشائعات في الأساس هي إحداث بلبلة عند المواطن، إصابته بالإحباط، هز ثقته في مؤسسات الدولة، فبالتالي هنلاقي الشائعات بشكل كبير هي مرتبطة بالمواطن. طبعا احنا السنه دي زي احنا في ازمه اقتصاديه عالميه طبعا بتنعكس على مصر بشكل كبير، فهنلاقي ان القطاع المستهدف بشكل رئيسي بالشائعات هنلاقي قطاع الاقتصاد بنسبه 23.6%. حضرتك لو تتذكر معايا ان السنه اللي فاتت علشان ازمه كورونا كانت قطاع الصحه هو صح اللي مستهدف بشكل كبير بالشائعات، وهنلاقي دايما مستمر معانا قطاع التموين اذا كان السنه دي او السنه اللي فاتت، صح، لانه برضه هو مرتبط بشكل كبير بالمواطن. وكمان الهدف زي ما احنا عارفين من الشائعات انها تصيب المواطن بالخوف. انا بشكل كبير احب يعني الشائعات بتستهدفه وتشعره ان الدوله غير قادره على اداره الازمه بشكل سليم، فبالتالي هنلاقي قطاع التموين مرتبط بيه، المخزون بتاع السلع المختلفه هنلاقي مرتبط بيه، الاسعار هنلاقي مرتبط بيه، بطاقات التموين هنلاقي مرتبط بيه، الخبز، فهنلاقيه دايما مشترك معانا في كل الازمات. احنا طبعا خلينا نقول ان الشائعات بيكون دي في جهات معادية للدولة هدفها بتعمل محاولات بشكل مستمر وممنهج علشان نشر حالة الإحباط زي ما قلت لحضرتك، تشكيك المواطن في الإنجازات اللي بتتم على الأرض. طبعا في زي ما حضرتك عارف أزمات عالمية، طبعا التطور التكنولوجي الهائل اللي موجود ده بيساهم بشكل كبير في تطور أنماط انتشار وتداول الشائعات، فهنلاقي ده هيخلينا زي ما قلت لحضرتك قطاع الاقتصاد، قطاع التموين، طبعا التعليم وحضرتك اشرت لده هو ليه مواسم، طبعا الصحه لان احنا لسه في يعني عايزه اقول ان ازمه كورونا مستمره معانا من 2020 لحد دلوقتي، صحيح قلت بس هي لسه موجوده معانا لحد دلوقتي. ده كده زي ما قلت لحضرتك الترتيب بتاع الشائعات. فالترتيب عندي في 22 اقتصاد تموين تعليم صحه، دول اكثر قطاعات كانت بتضرب بالشائعات خلال 22 بالترتيب من الاسفل الى الاعلى، صحه تعليم تموين اقتصاد.
وعايزه اقول لحضرتك برضو الحمايه الاجتماعيه كانت موجوده معانا وبشكل كبير وهنلاقيها ظاهره معانا خاصه في الوقت الحالي. 4.9 ملف الحمايه الاجتماعيه. طيب ده خليني اروح يا دكتور على مثلا الشهور اللي بتشتد فيها الشائعات. انا لاحظت انه مارس 2022 كان اعلى شهر، واظن ده طبيعي لانه ده على طول الشهر التالي على اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية في 24 فبراير 22. هل ده السبب وراء انه مارس 22 كان صاحب النصيب الاوفر؟ طبعا، لان دي كانت بداية الازمة. يعني حضرتك هتلاقي ان شهر مارس هو بداية الأزمة وابتدت انعكاستها على مصر. فطبعا لازم هنلاقي ان مارس هتلاقي حضرتك بيليه بعد كده شهر ديسمبر. تمام. ليه؟ لان احنا مستمرين بقى، يعني خلي بال حضرتك احنا مستمرين في الأزمة الحالية. هتلاقي نوفمبر، هتلاقي ديسمبر، هتلاقي نوفمبر بعديها مستمرين في الأزمة الاقتصادية العالمية اللي هي بتنعكس على مصر بشكل كبير. فهنلاقي هي الشائعات مرتبطة، الشهور مرتبطة بده، وده هيبان لحضرتك كمان في انفوجراف رقم 7. لو حضرتك في انفوجراف رقم 7 هنلاقيه بيستعرض الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية بداية من شهر مارس. هنلاقي بداية الأزمة، هنلاقي شائعات الأزمة الاقتصادية. لو حضرتك تبص الشهور هي واضحة قدام حضرتك هنلاقي مارس 11.3% دي الشهور وفقا لمعدل انتشار شائعات الأزمة الاقتصادية. هنلاقي يليها بعد كده اللي أقل من ديسمبر. ده بيأكد على نفس المعلومة، الانفوجراف ده بيركز على الفترة بتاعة الأزمات. نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية كلها خلال الفترة 2022 هي 39.6%. هنلاقي أكثر قطاع لو حضرتك بسيط هو قطاع التموين. أنا عشان بتكلم على فترة الأزمة، حضرتك هتلاقيني بادئة من مارس حتى يناير وفبراير، هتلاقيني مش موضحاهم لأن دي ما كانتش الأزمة لسه بدأت. صح، هنلاقي الأزمة بدأت من مارس، فهنلاقي 11.3% هي أعلى نسبة. إيه القطاعات الأكثر؟ هتلاقي قطاع التموين 32.5%. هتلاقي بعديها قطاع الاقتصاد 30% بالظبط. هتلاقي الحماية الاجتماعية حضرتك بعديها على طول 12.5. صح. طب دكتور نعيم، أنا لاحظت إنه ديسمبر الريت بتاع الشائعات أو معدل الشائعات وصل ل 15.6. صححيني لو أنا غلطان. إحنا في ديسمبر الحكومة كانت بدأت تعلن عن إجراءات الإفراجات عن البضائع اللي في المواني وتوفير الاحتياجات الدولارية اللازمة للبنوك والمستوردين وما إلى ذلك. فبالتوازي مع إعلان الحكومة لهذه الإجراءات وجدنا أن الناحية الثانية مطلق الشائعات عاوز يضرب في ما تدلي به الحكومة فرفعوا معدل. انا كده صح او قرايتي كده مظبوطه؟ صحيح يا فندم. اول ما الدوله بتبتدي تاخد اجراءات وكمان تبتدي تعلنها وكمان المعلومه تبقى واصله للمواطن على طول بيتم دحض الشائعات في الجزء ده، وهنلاقي التركيز في قطاع تاني على طول. يعني هتلاقي في التوقيت ده هتلاقي حضرتك الشائعات بقى بتستهدف الملف بتاع الحمايه الاجتماعيه على طول، بتستهدف الملف بتاع التموين. انا هقول لحضرتك عشان كده احنا على طول اصدرنا انفوجراف، لان احنا زي ما احنا اتفقنا ان افضل وسيله للرد على الشائعات هي ان على طول نرد بمعلومات حقائق ومعلومات مباشره على طول. صح. وطبعا انا هقول لحضرتك ان حضرتك بتساعدنا بشكل كبير، وحضرتك شرحت ده بشكل واضح. الانفوجرافات احنا يعني بنتهم ان فيها معلومات كتير، بس احنا بتبقى المعلومات فعلا بتوصل رساله مهمه، فبيبقى في صعوبه ان احنا نستبعد منها معلومه. والله يا دكتور يعني مهم جدا ان الاعلام بيساعدنا في الموضوع ده، انه بيتناول المعلومات ده بشكل تفصيلي ومبسط للمواطن، وحضرتك بتساعدنا في الموضوع ده بشكل كبير. لا ده انا احب المعلومات دي قد عيني. يعني أنا من الناس التي تشجع بقوة على وفرة المعلومات، لأنه جزء كبير من المشكلة اللي حضراتكم بالتأكيد لامسينها وبالتالي بتخرجوا لنا هذا المنتج المتميز، أنه في ظل غياب المعلومة أو ندرة المعلومة أو قلة المعلومة تنتشر الشائعة. طول ما أنا بدي كم كبير من المعلومات
الشائعات تبدأ تهدأ أو بالأدق المواطن معدل الوعي بتاعه يبدأ يرتفع وهو لوحده يبدأ يشتغل ضد هذه الشائعة. ده اللي أنا أعرفه يعني بصراحة. أنا متفقة مع حضرتك تماما، وعشان كده زي ما حضرتك قلت إن شهر مارس كان في المرتبة الأولى وكان الشائعات هنا بتستهدف إن إحنا زي ما قلنا دي بداية الأزمة، فكان في استهداف إن الدولة مش هتقدر تدير الأزمة وإنها غير مستعدة للتعامل معاها وإنها مش هتقدر توفي باحتياجات المواطنين الأساسية. وإحنا على طول أصدرنا انفجرات بعنوان استمرارا لاتخاذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات. صحيح. خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وسلطنا فيها الضوء يا أستاذ يوسف على استعدادات الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة. مظبوط. على كل المستويات. حصل. أهمها قد قدرة الدولة على توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين. كمان حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية. كمان إجراءات الدولة لحماية الاقتصاد ضد تقلبات الأزمة. دايما حضرتك هتلاحظ دايما الملفات اللي احنا بنعرضها بنوضح فيها رؤية المؤسسات الدولية نحو هذه المعلومات. في الملف ده احنا وضحنا رؤية المؤسسات الدولية نحو هذه الإجراءات. ده ليه احنا ليه بنعمل كده؟ علشان تبقى مش بس معلومات جاية من الحكومة المصرية، لا دي كمان معلومات موثقة وبشهادات دولية كمان، فده بيدي مصداقية أكتر للمعلومة. وإحنا بصراحة في المركز الإعلامي علشان إحنا دايما متعودين مع المواطن إن إحنا بنعرض كل المعلومات بمنتهى الدقة والشفافية، في ثقة اتبنت بيننا وبين المواطن بشكل كبير. طيب فعايزة أقول لحضرتك إن إحنا جينا برضو نتيجة إن شهر ديسمبر كان واخد المرتبة الثانية بترتيب الشهور الأكثر استهدافا بالشائعات ده في عام 22 وده نتيجة بدء حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي. صح. وتطبيق سعر مرن للجنيه أمام الدولار. إحنا شعرنا ساعتها إن في حالة خوف كده انتابت المواطنين وابتدوا يشعروا إن الدولة ما بتمشيش على الطريق السليم. أصدرنا احنا في نفس اليوم انفجارات بعنوان صندوق النقد الدولي يتوقع تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصري. وده يعني احنا حبينا ان احنا نجيب مؤسسة متخصصة بتوضح فيها رؤيتها للإجراءات اللي احنا بناخدها ونظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، وبتأكد فيه أن الاقتصاد المصري بيصير في الطريق السليم. طب دكتور نعيم، أنا أقصد أن احنا بنحاول ندعم كل البيانات حتى المعلومات المغلوطة اللي بنرد عليها بمعلومات موثقة من مصادرها، وكمان بنحاول ندعم ده برؤية المؤسسات الدولية. طب أنا يمكن كان جزء شديد جدا من إعجابي بجهد المركز في ملف أين كنا وكيف أصبحنا، وده كان مهم جدا 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 بالنسبة لي، لأن أنا أعتقد أنه إحنا في الفترة كانت بتاع ديسمبر دي بدأ يظهر لنا حاجتين، وصححيني برضو لو أنا غلطان، مجموعة من دعاة التهليل الزائف لأزمنة بائدة باعتبارها كانت أزمنة الرخاء والتقدم، ونسيوا أن احنا سنة 90 كنا زيرو احتياطي استراتيجي من العملة الصعبة، نسيوا بس تمام، أو بيتناسوا أو بيروجوا لما هو عكس ذلك. ونفس المجموعة بتاعة التهليل الزائف لأزمنة بائدة كانوا يقعدوا يتكلموا على وإزاي مصر مش عايزة تقرب من صندوق النقد، وأصل الصندوق ده متوحش وشرير وحاجات كده. والطرف الآخر هم نفس العيال بتاعت الإخوان يتحالفوا مع بتوع الأزمنة البائدة ويبدأوا يشتغلوا على تخويف وإرعاب وإرهاب المصريين وبث حالة من حالات الهلع. هنا بقى كان الملف بتاع حضرتك وكيف كنا أو كيف كنا وكيف أصبحنا. الملف ده فندم كم جزء؟ احنا استعرضنا منه جزئين لو انا متذكر. شغالين على كيف كنا وكيف اصبحنا. احنا بدأنا اول جزء فيه اللي هو بتاع الحماية الاجتماعية. أيوة. ملف الحماية الاجتماعية. صح. وعرضنا فيه بشكل تفصيلي احنا كنا ازاي في 2014 وبقينا ازاي في الوقت الحالي، خاصة ان كان في دايما اتهامات
بتوجه للحكومة المصرية إن الحماية الاجتماعية مش من أولوياتها. تمام؟ إحنا أثبتنا ده بالبيانات وبالأرقام إن مصر من أعلى الدول. طبعاً أنا زي بقول لحضرتك بقارن بين 2014 لحد 22 الوقت الحالي بالضبط كده، من أكثر الدول اللي بتنفق على ملف الحماية الاجتماعية. بس أنا خلينا أقول الأول لحضرتك، لو حضرتك شفنا انفوجراف رقم 4 أوكي، وده بيوضح إحنا كنا فين وبقينا فين في ملف الشعائر. حلو، انفوجراف 4. هاتي عطية انفوجراف 4 أرجوك. أيوه قدامي أهو، ده من 14 ل 22. أيوه، إحنا قارنا فيه القطاعات المستهدفة بالشائعات. صحيح. ولقينا ان قطاع الامن والطاقة والوقود كانوا اكتر القطاعات استهدافا بالشائعات. صح. تمام. الامن اهو 34.7%، ده الامن في 2014. صح، كانوا هم اكتر قطاعين مستهدفين بالشائعات، وده نتيجة لايه؟ نتيجة لعدم الاستقرار الامني اللي كان موجود في البلاد في الفترة دي. تمام. وكان كمان في الازمات المتلاحقه اللي في الفتره البنزين. دي من انقطاع الكهرباء وما شهدته محطات البنزين. صح. من ازمه طوابير للمواطنين 15.6% الوقود على مستوى الجمهوريه. صح صحيح. طيب حضرتك هتلاقي بقى في 2022 القطاعين دول تراجعوا كبير وملحوظ في نسبه استهدافهم بالشائعات. وده ليه؟ لنتيجة جهود الأجهزة الأمنية بدعم الاستقرار الأمني بمختلف محافظات الجمهورية. احنا بقى في حالة استقرار. الشائعات المتعلقة بالأمن بقت 0.3 بالظبط كده. الشائعات المتعلقة بالطاقة والوقود بقت يا دوب 4%، لكن تم استبدالهم بقى. احنا في تحقيق طفرة في قطاع الكهرباء والغاز الطبيعي، ده احنا كمان مش سدينا الاحتياج المحلي، ده احنا كمان حققنا فائض يسمح لنا بالتصدير للخارج. صحيح. وتم استبدال القطاعات دي شائعيا. دليل واضح على ايه اللي كان في 2014. صح. او قبل 2014 وايه اللي احنا فيه دلوقتي. هي الفكره بس يا استاذ يوسف ان احنا بننسى. هي دي المصيبه. نجيب محفوظ قالها كلمه، افت حارتنا النسيان. ايوه، كلمه في الجون. في احنا الجون اثبتناها اهو، حتى زي ما قلت لحضرتك بالاستهداف للشائعات. طيب احنا السلسله بقى بتاعت كنا واصبحنا احنا مستمرين فيها، تبقى في كافة القطاعات بتاعت الدولة. احنا شغالين على التحول الرقمي، احنا كنا فين وبقينا فين. احنا عرضنا فعلا، وحضرتك عرضته باستفاضة في ملف المواطنة اللي كان بعنوان حجر الزاوية في بناء دولة العدالة، اين كنا وكيف اصبحنا. وحضرتك وضحنا فيه الرؤية الدولية، ووضحنا التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة من أول الدستور والتطور اللي حصل فيه والمواد اللي تم استحداثها لحد القوانين بقى بتاع تقنين الكنائس والإجراءات اللي بتتم على الأرض. حصل فيه الملف ده، عرضناه في حوالي 10 انفوجرافات، وضحنا فيه الملف ده اللي تم فيه. طيب احنا هنشتغل على ايه؟ احنا شغالين على ملف الامن الغذائي، وبرضه بنقارن احنا كنا فين وبقينا فين. احنا عرضنا فعلا المؤسسات الدوليه في كل قطاعات الدوله، المؤشرات الدوليه، وبقينا في ايه وبقينا ايه. احنا لسه مكملين في ملف كنا واصبحنا، احنا بنقارن وضعنا السابق واحنا رايحين على فين، بقطاع قطاع بنوضح فيه كمان بنستعرض انجازات الدوله بشكل قطاعي وجغرافي. احنا بنوري ان احنا ماشيين في كل القطاعات في وقت واحد، احنا مش شغالين في قطاع وسايبين بقى، احنا شغالين في كل المجالات، شغالين في كل القطاعات، شغالين بشكل جغرافي في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه. طب انا نفسي يا دكتور، معرفش طبعا ده هيبقى يتم ازاي، لانه اعتقد هيبقى مجهود تقيل جدا. احنا كنا فين من 81 لحد مش 14 بقى، لا خليها لحد 14، من 81 لحد 14، وبعدين نشوف احنا وصلنا لايه في 22. يعني مثلا قطاع زي البنية الاساسية، قطاع زي الحماية الاجتماعية، قطاع زي التعليم، قطاع زي الصحة،
قطاع زي حجم الاقتصاد المصري، قطاع زي متوسط دخل الفرد، في حاجات كده بتبقى منسية أصلها يا دكتور. ودعاة الرجعية مش عاتقنا بصراحة. هل من الوارد إن احنا نشتغل على حاجة زي كده؟ اه طبعا يا استاذ يوسف ياريت. نشتغل عليها بس ياريت. هي انا عايزه اقول لحضرتك ان في طفره طبعا بس احنا طفرة. نشتغل عليها بارقام موثقه ودقيقه والتحليل جيد ونعرضها على حضرتك ياريت. انا بقول لحضرتك في كل القطاعات حاصل في طفره، احنا بس ركزنا على من 2014 عشان ركزنا لفتره قريبه، انما انا بقول لحضرتك بشكل عام لا في طفره في كل قطاعات الدوله وما فيش مشكله خالص نعملها مخصوص، نبدا من الثمانينات من 81 لحد النهارده ونعرض بشكل في كافه القطاعات احنا كنا فين وبقينا فين. يا ريت والله يا فندم. اشكرك دكتور نعيم كل الشكر على الجهد المبذول، واشكر لنا ارجوكي كل فريق العمل عندكم في المركز، كل الشكر للدكتور نعيم سعد زغلول رئيسه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء.